صباح الخير يا فندم، زي حضرتك. الحمد لله، برحب بحضرتك استاذ هيثم معانا. والشمول المالي هو المصطلح اللي بقالنا فتره بنتكلم عنه، يا ريت كده حضرتك قبل ما نتكلم عن تفاصيل ان 33% من المصريين لديهم حسابات بنكيه سواء في البنوك او البريد، عايزين نعرف من حضرتك ايه المقصود بالشمول المالي بالظبط عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا. تمام. هو الشمول المالي ببساطه جدا لغه لأي حد يقدر يفهمها، وأن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع تلاقي المنتجات وتلاقي طبيعة الحسابات اللي يقدر ينفذ بيها تعاملاته النقدية عن طريق الجهاز المصرفي، سواء حسابات توفير أو حسابات جارية أو بطاقة دفع، وبما فيها كمان خدمات التأمين. ده الموضوع ببساطة. ولازم في المنتجات اللي بتتقدم دي تكون طبعا عن طريق قنوات شرعيه زي البنوك، هيئه البريد، لو في جمعيات اهليه بتقدم تمويل متناهي الصغر وخلافه. الخلاصه ان انت بتحاولي تبذلي مجهود عشان اجتذاب الفئات اللي ما بتتعاملش مع البنوك، بتخاف من البنوك، بتحس ان هي ما عندهاش ملاءه ولا قدره ماليه ولا معرفيه للتعامل مع البنوك والادوات بتاعتها زي الكريدت كارد وزي الاي تي امز والكلام اللي زي كده. طيب استاذ هيثم، هو يعني عايزين نتكلم عن فوائد الشمول المالي سواء على الاقتصاديات العالميه والاقتصاد المصري هنا تحديدا بكل الظروف اللي احنا بنمر بيها وعلى المواطن كمان. تمام. الشمول المالي هو كلمه يعني احنا بنسمع عنها في مصر بقالنا سنتين ثلاثه. المجهودات اللي بتتبذل الحقيقه من القطاع المصرفي، القيادة السياسية مولية اهتمام كامل بالموضوع ده. محافظ البنك المركزي على طول بيحث البنوك على التعاون وعلى تقديم مزيد من البرامج اللي بتدمج المجتمعات دي. طبعا بتيجي على رأس الكلام ده كله ادماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. كلنا بنعرف ان جزء كبير من الاقتصاد الرسمي ما بيبقاش قدامه الفرصه الكافيه انه يتعامل مع البنوك خوفا من المصاريف وخوفا من الاشكال التعامل الضريبيه والاجهزه والكلام ده كله. لا طبعا احنا بنأكد التعامل مع البنوك هو امن تماما. التعامل مع الجهاز المصرفي جهاز قوي جدا، بيقدم كل الخدمات اللي بتساعد المواطنين على تأدية خدماتهم وتأدية التزاماتهم الماليه. كمان مش بس الاقتصاد غير الرسمي، لا كمان التمويل مهم جدا. لازم كل الجمعيات والمواطنين يعرفوا ان كمان البنوك بتقدم برامج تمويل لمتناهي الصغر. احنا كنا السنه اللي قبل اللي فاتت عندنا حوالي 19 مليار جنيه اتقدمت في خلال مبادرة بتاعت البنك المركزي. نأمل ان شاء الله السنه دي والسنه الجايه نوصل لاكثر من 20 مليار اخرى. لا يعني اعتقد ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح، الاتجاه الجيد. الاقتصاد غير الرسمي ادماجه في الاقتصاد الرسمي ده بقى مساله حتميه. الامور كلها بتتجه، الدوله كلها بتدعم هذا الاتجاه. عندنا مشروع القانون اللي طلع بتاع المدفوعات غير النقديه خلاص اتفعل، والناس كتير ابتدت تندمج في هذا الاطار. طيب استاذ هيثم، حياتك بتشوف اخيرا رقم 33% من المصريين لديهم حسابات بنكيه او في البريد، بتشوف الرقم ده حاليا يعني كويس ازاي؟ ممكن نزوده الفتره الجايه توعيه اكتر؟ هو رقم متواضع طبعا بكل الاحوال، بس بنقول ان رقم مش وحش كبدايه. اعتقد احنا بنامل ان احنا نوصل وعندنا قدره ان احنا نوصل لاضافه ما بين 40 ل 45 مليون حساب اخر للقطاع المصرفي. اعتقد الفتره الجايه هتشهد الاسبوع اللي فات، على مدار الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا القطاع المصرفي كله كان بيقوم ب عمل اسبوع للشمول المالي العربي. كتير من البنوك اعفت اللي بيفتح حسابات من مصاريف فتح الحسابات، من مصاريف الاحتفاظ من الحد الادنى للاحتفاظ بالنقديه. كان في تسهيلات كتيره جدا من الفتره اللي فاتت وما زالت مستمره، اعتقد هتبقى مستمره. خليني اقول لحضرتك الجزئيه المهمه في الموضوع. اتفضل. لازم الناس تفهم اهميه التعامل مع القطاع المصرفي والقنوات الشرعيه للتعامل، ان هو ده الفصل في الموضوع. احنا بين حين وحين بنسمع دايما عن تصرف غير مشروع تم
وان في ناس راحت استثمرت هنا وراحت استثمرت هنا، وبتكون النتيجه وكلنا بنسمع وبنعرف. مظبوط. في الاخر خالص لا يصح الا التحريح. القطاع المصرفي هو قطاع امن تماما، لا بديل له. كل البلاد اللي تقدمت اقتصاديا كانت في الاخر خالص وراها قطاع مصرفي قوي. الحقيقه احنا قطاع المصرفي بتاعنا لا ينقصه اي امكانيات، لا ينقصه اي كفاءات ولا قدرات. بنتوسع بشكل عنيف جدا في القرى والنبوع ويمكن حلايب وسلاتين. القرى المحافظات كمان المتطرفه اللي ما كانش القطاع المصرفي يعني منتشر فيها، مكانات الاي تي ام منتشره في كل حته دلوقتي، في كل مول، في كل شارع موجوده. لازم نساعد الاقتصاد، نساعد البلد عشان ننهض باقتصادنا. التعامل مع البنوك هو تعامل مريح جدا، بالعكس احنا المفروض بنأمل في يوم من الايام على اخر السنه الجايه ان ما فيش ولا واحد يعمل اي تعامل غير وهو قاعد في بيته عن طريق ابلكيشن ولا عن طريق نت او مثل هذه الطرق المتقدمه. ان شاء الله باذن الله كده ده يتحقق على ارض الواقع. والثقافه اكيد ووعي المواطنين بهذا الامر اكيد بياخد وقت، لكن احنا كل املنا ان شاء الله يتحقق ده الفتره الجايه. بنشكرك شكرا جزيلا الخبير المصرفي استاذ هيثم عادل.